نرحب بخبيرنا التحكيمي الكبير كابتن نصر عباس. اهلا بيك كابتن نصر، منورنا. الله يخليك كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عربي وكابتن احمد. نور كابتن ناصر، الف مبروك للنادي الاهلي. كنا قلقانين يا كابتن النهارده بس الحمد لله رب العالمين. الف مبروك الاول طبعا النادي الاهلي، اداء متميز ولاعيبه بصراحه رجاله، وطبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله دور الاربعه ونعدي. هارد لك لنادي صن داونز، نقول مبروك كمان للجماهير، اللاعبين، الجهاز الفني واداري ومجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. حتى طبعا كل كان فيه تعاون كبير جدا للكابتن ايمن في هذه المباراه. قبل ما نروح لجاني السكازوي الحكم الزمني، انا بس حابب اربط ما بين المباراه الاولى اللي النادي الاهلي فاز فيها 2-0 وكان الحكم السنغالي ماجيد نضاي، بالاخطاء الكبيره اللي حصلت كابتن ايمن في هذه المباراه مقارنه بهذه المباراه. انا بقارن يا كابتن احمد لان هذه المباراه الاولى كان فيها اخطاء كتيره، لولا نتيجه المباراه 2-0 دي يمكن قللت شويه من الاخطاء اللي تم ارتكابها الحكم السنغالي. دي حملت الحكم جاني حمل كبير جدا جدا. صح، انت معايا كابتن ايمن؟ صح. هو المباراه الثانيه تحكيميا اصعب بكتير جدا جدا من المباراه الاولانيه. جاني السكازوي جاي وعليه ضغوط كبيره جدا جدا من اخطاء الحكم اللي هي حصلت في المباراه الاولى. طبعا النادي الاهلي عامل مذكره احتجاج في الحكم، كل هذه الامور عملت ضغط كبير جدا كابتن علاء على جاني السكازوي في هذه المباراه، وكان عنده دوافع ان هو يطلع بيها باقل الاخطاء التحكيميه، وده حصل. عندنا اكتر من حاله، في حالات ايجابيه وفي حالات سلبيه، ولكن بشكل عام اقدر اقول ان هو جاني النهارده مر بالمباراه وكان عنصر كبير جدا جدا، هو كان عنصر لياقة بدنية، عنصر التركيز وعنصر التعاون. هنروح للحالات، ثلاث حالات كابتن ايمن هكلم فيهم سريعا، منهم حالة مهمة جدا جدا هي حالة محمد هاني في الدقيقة 32، وفي هنا سلوك، عاوزين نقول في سلوك وفي لعب. ايه الفرق ما بين السلوك في المادة 12 الأخطاء أسلوب السلوك، وايه الفرق ما بين اللعب؟ لو احنا رحنا المادة 12 الأخطاء أسلوب السلوك هنشوف كابتن احمد بنقول ايه. اللعب انك انت رايح تلعب يا كابتن علاء الكره، وبعدين حصل لم تنجح في لعب الكره، وبالتالي انت كملت في اللعب، ممكن تكمل باهمال او بتهور او باستخدام قوه زايده، برضك هنا ممكن تاخد بطاقه صفراء او بطاقه حمراء. السلوك كابتن ايمن هو ايه؟ انك انت ما بتلعبش كره خالص، انت مش رايح تلعب كره خالص، وبالتالي احنا بنتكلم في السلوك. ايه هو السلوك؟ يتمثل في استخدام اللاعب او محاوله استخدام اللاعب القوه المفرطه او الوحشيه ضد منافس عندما لا يوجد تنافس على الكره، او ضد زميل، او ضد الحكام، او الفقره بتاعت محمد هاني كابتن في الدقيقه 32 لو انت لاحظت هو لعب عمل ايه. الكره كانت على الارض، كان عنده امكانيه ان هو يوصل ويلعب، وبالتالي ما لعبش وراح بالستارز على فقد محمد هاني، وبعدين كمل كمان في الرجل اللي هي الثانيه، ده اللي حصل فيه تاثير. يمكن احنا لو عندنا لقطه كنا شفنا السرزات عملت ايه في الرجل. عايز اقول ان اللعبه دي كان يجب اشهار البطاقه الحمراء فيها، لو كان الفار موجود كان جاب الحكم وكان ادى البطاقه الحمراء كابتن اسامه في هذه الحاله. يمكن دي الحاله يعني الصعبه قوي اللي كانت عنده، وهو اعتقد يعني ما شافهاش او مرت حتى، ما هو ما حسبهاش حتى في اللعبه. لما نشوف هنا كابتن ايمن، كابتن احمد، دي على فكره ده الاسترزات اللي راحت مره واحده او خدت الرجل، وبالتالي هنا كان يجب اشهار البطاقه الحمراء في هذه الحاله. بمناسبه ذكر حضرتك للفار، هل في دور الاربعه هنشوف عوده للفار ان شاء الله؟ هم خدوا قرار يا كابتن ان دور الاربعه يتم فيه تطبيق في الفار، ان هم اصلا يعتبروا مباراتين، فالامور كانت سهله قوي. دي يمكن حاله من الحالات اللي انا يمكن وقفت عليها وحبيت يعني اوضح يا كابتن علاء ما فرق ما بين السلوك. السلوك ما حدش بيقول عليه ان هو لعب، سلوك يعني انت رايح متعمد انك انت تضرب، او انك رايح على رجل اللاعب، انما اللاعب بلعب بس ما بنجحش وبعدين بكمل في اللعب. مزبوط. عندي كمان في الدقيقه 41 كان عمرو سلا كان عنده لعبتين ورا بعض، كان لاعب يستحق فيهم البطاقه الصفراء كابتن ايمن، اللي هو لاعب صن داونز. يمكن الحكم عدى وما اداش القرار في البطاقه الصفراء وعدت هذه الحاله. صحيح. الحاله المهمه كمان بقى حاله الهدف اللي هو تم تسجيله لصن داونز. الكل شايف ان هنا في استخدام اليد والذراع في هذه الحاله، وهنا لمسه اليد، وانا يعني انا باعتقادي يمكن اللقطه ما جابتش، لكن انا بقول ان المساعد رقم 2 كان ليه دور كبير جدا كابتن ايمن في تعاون مع الحكم في هذه الحاله.
لان الحكم كان جاي عمودي والحاله صعبه جدا جدا ان هو يشوف اللاعب مهاجم وهي الكره بتيجي في ايديه. اعتقد المساعد رقم 2 انا بحييه طبعا تميز للحكم المساعد لان الفار كابتن علاء مش موجود، ولولا الحكم المساعد اللي هو يمكن تعاون بالقرار مع الحكم كان ممكن الحكم يحسب هدف في هذه الحاله وكانت ممكن تعمل مشكله. الحاجه المهمه الثانيه بقى عاوز اقولها الهدف المبكر يا كابتن ايمن. هدف مبكر النادي الاهلي دي خففت الضغوط على الحكم. مظبوط. خلي بالك يعني النتيجه بعيده. لما تكون النتيجه قريبه الحكم هنا بيبقى يعني حامل عبء المباراه والاخطاء والكلام ده، لكن الهدف المبكر كمان سهل مهمه ايه الحكم في اداره المباراه بشكل عام. بيقول ان هو نجح ومر بالمباراه باقل الاخطاء التحكيميه مع عدم وجود تقنيه الفار. صحيح. مبروك تاني النادي الاهلي، اتمنى ان شاء الله باذن الله في مباراه السوبر حكم مصطفى غربال حكم من الحكام المتميزين اللي يمكن ادار النسخه السابقه من دوري الابطال، نتمنى ان هو يعني ربنا يوفقه بطاقم التحكيم اللي موجود ويعدي في مباراه السوبر ما بين النادي الاهلي ونهضه تركيا باذن الله رب العالمين. نشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم الكبير كابتن ناصر عباس، امتعتنا كعاده. اشكرك يا كابتن عيني.